مين؟ أنا راضي يا أم البنات. خير؟ أؤمن. خير إن شاء الله. النبي قبل الهدية. هدية؟ هدية من حد ما عرفوش كي؟ مين أنت وعايز إيه؟ راضي قلت. وجاي في خير إن شاء الله. أفضل واقف على الباب؟ أيوة هتفضل واقف على الباب. أنا وبناتي وحدينا. ما هو ده طلبي. ما تقعدوش وحديكم. سميتها ينفع حد يطلب القرب من على البيبان؟ القرب في مين؟ بنتك نعسة. في نفر يجي بطوله كده يطلب بنات الناس؟ فين أمك وأبوك؟ قلت أجي واحد الأول والباقي سهل. كأنك مسطول. روح شوف ناسك فين ولما تلاقي لك ناس تعالى. روح. طب خد مني الفاكهة. عايزين ايش فاكهة؟ أنا أجيب أم أجي. وأبوك راح فين؟ أبوي؟ هجيب ناسي كلهم واجي. بس اقبل مني الهدية. الدور الجاي مع ناسك هفتح الباب واقبل الهدية. لا مؤاخذة هرد الباب. يجيبوني الوكلة دي. جد الله رحت فين يا واد؟ كيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ كيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ده الستر من عندك واللطف من عندك وانا عجلي طار مني. ده انا عجلي طار مني. وكيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ده الستر من عندك واللطف من عندك وانا عجلي طار مني. ده انا عجلي طار مني. وكيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ كيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ده الستر من عندك واللطف من عندك وانا عجلي طار مني. ده انا عجلي طار مني. وكيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ كيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ ده انا كحلتي ساحت. ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. كيف العمل يلي طالل وشاغلني؟ ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ده انا كحلتي ساحت والقلب تهمني. ما سرقتهاش، هي كسرت القلة والفلوس وقعت مني.
ربنا ما خلانيش ادور عليك كتير يا الباسل. الخوف من الموت خلاك تختلف في الكلام. امال لما تدوقه زي ما دوقته لولدي. ولدك مين اللي انا موتته؟ اصل انا موت ناس كتيرة قوي. موت ابو زيد وابوه. موت نوال بنتي. خنقتها لما وقفت جبالي مع جوزي وموت جوزي. وولعت في ربحة. وموت ولدت. موت كتير كتير. موت الباس الحمد الباشي. بس انا جعان. جعان قوي. خدوا الخاتم. يجيبوا لي واكلوا هملوني. لقيت الخاتم لسه في صباعي. خدوا وهات لي واكله وموتني. اتعدل. انا عاوز اموت الباسل حمد الباشا كبير ناسه. مش الراجل المخبول اللي من غير عقل. الباسل 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 حمد الباشا. انا انا الباسل حمد الباشا. انا كبير ناسه وكبير دهشة. مين اللي شيعك موتني؟ نعمة. نعمة شيعتك موتني. هي لسه قاعدة ما موتهاش. موتني وقول لها تشيع واكل ابوها. يلا. وايه اللي يعملوا الموت في الميت؟ ما خلاص راحتك دلوك في الموت. وانا مش هنولها لك يا الباسل. هتفضل شقي لباقي عمرك. انت مش الباسل. انت اللي باقي منه. انا الباسل. ليه رجعت في كلامك؟ مش مصدق ليه؟ انا الباسل حمد الباشي. انا الباسل هقول لك. انا الباسل حمد الباشي. الباسل حمد الباشي. بسم الله عليك يا ست البنات. الله عليك يا دمعي. جيبتي سلامتك يا ست البنات. سلامتك يا حبيبتي. هات جمالك كلها وحملهم ذهب. شوفهم يشيلوا ذهب كده تلاقي غلاوتك في قلب اكتر. عندي جوزي وبنتين ونفسي اجيب واد، لكن انت اغلى من الكل. اغلى من ابو زيد ومن البنات وحتى من الواد اللي نفسي فيه. تعرف يا ابوي ما اتمناش حاجه من الدنيا غير ان ارجع عيله صغير واترمي في حضنك وافضل جارك العمر كله. تبت فيك الرماية يا ربحة. ليكي تلت ما أملك يا حبيبتي. ربنا يبارك لك فيه. ربنا يبارك لك فيه. جينا النعناع. نعمة ربنا. تمنيتك وقت. وأول ما عينك فتحت في عيني بعد ما اتولدتي خطفت قلبي خطف. ولحد دلوقتي كل ما ابص في عينك اشوف نعمه ربنا. حدش اغلى منك. وان كان العدل هيخليني اديكي زيك زي اخواتك، لكن المحبه ليها حكم. وبعد ما اسمعك هقول انا شايل لك ايه غير الكل. قولي يا نعمه، قولي هتحب ابوك قد ايه؟ احبك قوي قوي. حبك يا الباسل اكتر من عمري اللي راح واللي جاي. احب روحي عشان بنتك. احبك حب يخلي اللسان يسكت والقلب يقول. احبك كيف وانا منك. وانا ايه غير انتي؟
ايه من غيرك يا حبيبي. حاج حاج الباسل، يا حاج حاج الباسل، رحت فين بس يا حاج؟ يدوم العز يا عمدة. كل مليح واملى خشمك وادعي لسيدك عامر ولده سيدك مصطفى عامر حمدان ايوب. ربنا يعمر بيتكم. ايه اللي جد يا ابويا عشان العزومه دي كلها؟ ما عملتهاش من العموديه. جد كتير سنين كتيره يا مصطفى والناس تدعي لبيت حمد الباشا. الدور ده تسمع بودانك الدعاء لبيت حمدان ايوب ودي تمنها كبير. أنا جدود التنين حمد الباشا وحمدان أيوب. جدك حمدان أيوب بس. الجد من ناحية الأبو. الجد من ناحية الأم ملهوش عازي. طول عمري عدها في جد الباس. ده كان زمان. كل زمان وله رجالته. والزمن دلوقت زمنك وزمن أبوك. تعال. هتوكلوا الناس وتقعدوا بالجوع، الوكل هيبرد. كنت هطمن على الرجال الاول. قال يما الجد من ناحيه الام ملوش عازم. مين قال كده؟ انا قلت له ان اسمه مصطفى عامر حمدان ايوب. مش هي دي الحقيقه؟ ايوه صح، جدودك التنين زني. التنين مش جد واحد؟ لا التنين. اقعد كل. لازم تيجي دهشه وتشوف اللي اعمله ببيت العمدي. هغيره كله. بيوت جديد وفرشة جديدة. هاجي وراح سيبك تتجوز فيه اياك. ومين يلاقي في جمالك يا مرت العمدة؟ كيف تعمل كده في بيت مش بيتك؟ ده بيت جدي الباسل. لا يا مصطفى، بيتنا. جدك كتبه لنا ورث. وابوك مسك في جدك يقعد فيه وجدك قال له. يعني ايه قال له؟ وهيعيش فين؟ بيوت جدك كتير. ابوك قال انه راح لجدتك سكن. وأول ما يعوز بيته يجي بيته أو عندينا كلها بيوته. برضه مش من حق أبوي يبيض البيت ويغير الفرشة وجدي مش فيه. عشان جدك لما يرجع يفرح ويلاقي البيت جديد. البيت ده بيتك أنت يا مصطفى. لا هو بيت جدك ولا بيتي. كله ليك يا حبيبي. كل. أنا مصدقش كلامكم. زعلت جدي ومشيتوه. وأنا مش واكل معاكم. بس. هيروق اكمل واكلك ملك الصالح. وايه الجمال ده كله؟ كل يوم احلى من اللي قبله. اوعى يا عمر تكون مشيت ابوي من بيته. انت قلت لي انك مسكت فيه وهو اللي زحج ومشى. واه ودي فيها كذب. ده انا حبيت على قد وراسه شتمني. قال لي عيش اقعد. رحت عند اختي قلت براحته. كده يبقى عندك العيب. أنا الأيام تصفى وأروح له عندي سكن. سيبيه دلوك. لو لقيك رايح حاله هيتكبر. خليه يروق وحده. تعمل حواجبي كل دي. فيك حاجة هتضوي. أنت خدت بالك؟ افتح خشمك. هم يا جمل. والله ما فوتت دقيقة في البندر إلا وسألت عنه في كل حتة. ده صدق منتصر.
وعرفت ان عم العرسان كلهم عيبلبط في المية. يعني ايه عيبلبط في المية؟ يعني خد بتاعت الجرجير اسم الله على مقامك وطلع على اسكندرية. فلوسك نفعت معاه، تغور الفلوس، المهم اتبسط. فرحان يا النزهة؟ فرحان قوي. الشماتة مالي عنيك. واه وشمت ليه؟ وفي مين؟ سيدي منتصر؟ ده أغلى حد على قلبي وربك عالم، أشمت ليه؟ روس تساوت. أنت ولد الغزية وهو اتجوز واحدة ملهاش عازة، طلع من طوعي وطفش، وانت اللي قاعد جبالي. انا يا سيدي مش قاعد جبالك، انا تحت رجلك وهو ولدك وانا خدام. الدنيا ما تمشيش على كيف حد. يا دنيا حكمك حكم غوازي. خلاص يبقى ارضى بحكم الغوازي، قصدي يعني حكم الدنيا. احمد ربنا ان في حد جارك وهي طلعت غزية اصيلة. ما سبتكش وحدك، شايعت لك عيل خدام مليح. المرة الغلبانة اللي اسمها غندورة دي بتعمل معايا يا سيدي. خلاص ما ولا فض، عايزة منتصر ومنتصر فر. والله أنا ممكن أتنازل وأضحي وأخذ بوتها أو بجدتها حد. تاخد بيتها بضيف حمد الباشا راضي. وليلة وأخذ أمك نزهة ونروح لهم. يبقى والد نزهة خد بيت الناس، والد علام خد بياعة الجرجير عشان تكمل تبقى عال. والد نزهة ياخد بالمركب بس. شد يا سيدي علام شد، أنا بضحك معاك، هو الكلام بفلوس. قال إيه؟ أخد أمي ونروح نروح بيت أبو ضيف حمد الباشي. كان الدبيت ولا دخان حشيشك لحس راسي. اسم الله عليك، مالك؟ مالك؟ ها؟ تعال 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 سيدي. ارتاح 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 يا سيدي. خفت عليا ياك. مالي خاف على مين؟ خليني جارك لحد ما تنعس. خليك يا ولدي، خليك. Mm-hmm.
يلا يا عمدة يا صغير، روح مع أبوك وقعد جاره على الدك وافرد ظهرك، ها؟ وما تتكلمش غير لو حد سألك، وما تقولش لأي حد كبير ولا صغير يا عم فلان، سامع؟ كله تقوله باسمه، حدش عمك، فاهم؟ كيف أقول لهم باسم؟ افرد راجل كبير كد عم جبر، كبير صغير كله باسمه. يلا يا مصطفى، الناس أما تشوف الكبير بدري تحترمه. مين الكبير؟ أنا وأنت، مين أكبر مننا دلوقتي؟ استنى يا مصطفى، حط شوية الملح دول في جيبك. ملح ليه؟ اسمع الحديد عشان الحسد. باشي والله باشي. ربنا يحرسكم، ربنا يكفيكم شر الناس وشر نفسكم. نفسنا مليحة ما فيهاش شر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه بنت الكلام اللي هتقولي ده؟ مين اللي طالع من بيته حايز في البلد؟ كيف تستجري؟ وهو جول انا يا حاجة سكن؟ ده اللي حصل، بناته التنين نوال ورابحة مشوه من بيتهم، وجي دهش عشان يخش بيته عامر منعه وطلعه منه، وفضل حايز هو وجد الله وابو الحسين لحد ما جالك الباسل. عنك يا عم الحاج. عنك حاج. الله يرحم. ربنا يبرد نارك. خيرك يا ولدي. كنت معاه ليلتها يا زهبر؟ ها؟ ما انا كنت معاه في الاول. ولما ضرب النار طرت. ما لمحتش مين من رجالة الباسل واللي طخه؟ لا، ما انا طرت من الخوف وما شفتش بصراحة يا حاج. طيب ليه لسانك تعجب؟ ما قلتلوش على اللي قتل ولده ليه؟ اخص عليك يا صابر، هتفضل خواف ومالكش عايز الميتة. اخص عليك. ماله يا واد الزيت في يدك مطفي كده؟ دي منظرة عامر حمدان ايوب، كانك ما تعرفش. عارف يا عمدي. ومن ميتة حمدان ايوب خلف لك مناظر يا عامر؟ المنظرة دي بناها راجل اسمه الباسل حمد الباشا، عملها من مفيش كثبات شبرين اللي جاب والدي خدامه فيها. ارتاحي ارتاحي يا حجة، قهوة هنا للحجة سكن. وعضيفني في ملك اللي جابك يا عامر؟ اللي جابك كان عيلبس الجلبية فرادي، ويوم الباسل ما كساه فضل حاطط الجلبية الجديدة على راسه خايف يرمي القديمة. صلى على النبي يا حجة واحد الله. مستعرياك من سيرة أبوك. ميت الفقر عار يا ولد حمدان، العار قلة القيمة، العار إنك تقعد في مطرح مش مطرحك. تعال تعال يا ولد نوال في باطي،
عارفني؟ ايوه عارفك يا جدة سكن. عشان جواك العروق النظيفة ما تطلش كتير يا عامر. ميتة هنقله من هنا وقاعدة ببيت اخوي لحد ما يرجع. بيتك يا حاجة غصب عن اللي جابك. انت تمشي الباسل من بيتك هناك ومن بيته هنا يا عامر؟ ما طول عمرك عتهون من غير ما تعض. ايه اللي جد؟ اقول لك ايه؟ لم روحك. انت مرة كبيرة وانا معيش ارد عليكي عشان سنك. سنك هزلك يخش في مصارينك. بتجيب الرد من فين يا ناقص؟ متى ينفع الحج سكن تتحدث مع طباعة؟ انا قاعدة هنا قاعدة. انا هبات هنا في بيت اخوي لحد ما تروح وتشيع مرتك نوال وتجيب هنا. ومالها نوال كمان؟ عايزة منها ايه؟ عايزة منها ايه؟ عايزة منها كتير. عايزة امسكها من شعرها وامرميتها في التراب. واعرف عملت ابوها كده ليه؟ لكن انت اقل من اني اطل عليك. حجة سكن تتعبيش روحك. اخوك ما حدش مشاه، هو اللي عقله شت. وانت عارفه الدباب عندكم قديم ومقصر. واذا كان على الدكه اللي انت قاعده عليها دي، انا ممكن اخلي الرجاله يشيلوكي بيها معززه مكرمه لحد باب بيتك، تقعدي تتونسي وسط العفاريت. اجملك حاكم الحريم لما تكبر هتقول كلام يضحك. وانا مش عايزك تبقى مضحك. لا وعلي يا عمدة، خلي الدكة مطرحة. ميتة اللي بطنه شبعت زمان من بواقي حلل سياده يترد عليها غير بالمدس. ولا نفر يقرب يا ابن المركوب انت وهو. مصطفى قل لي نوال يا مصطفى، عمتك سكن عتقولك تفوق عليك وعلى البطن اللي جبتك. معلش يا ولدي، ابوك طلع كلب وامك كمان، لكن ناسك زينين. لما روحك وتكلمي كلام موزون وبلاش رط كتير يا نزل. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. مرحبا بيك يا ابو البنات. شكرين، شرفتونا ونورتونا. حجة نوز همي، لو قلت لك قليل عليها احب على مركوبها كل يوم ما تصدقيش. ونعمل اولاد، اولاد الاصول. متى في زي الام والابو؟ دول فاكهه معدومه. طلعت بيه من الدنيا وهو نور عيني. طمعانين في الجرب يا ست الناس. عاد اللي فيه الخير يعمله ربنا. بس ما تاخذنيش، انا ما عرفكيش، كانك مش من دهشه. لا يا حبيبتي، انا من البندر. البندر؟ اخاف على بنتي تتغرب. بعد إذن الحجة، هو البندر بعيد من هنا. ده ساعة زمن. أمي الحجة هي اللي من البندر، لكن أنا هتجوزها هنا في دهشة. أنت من دهشة ولا من البندر؟ أنا أصلاً من هنا، لكن أمي هي اللي من البندر. يعني أبوك وناسك من هنا؟ أيوة طبعاً. أمال اسم الله عليها أبوك فين؟ ما عيان شوية، الحاج عيان وقال لي روح انت اراضي، انت مش غريب، روح انت وقول للغندورة ابويا يسلم عليك ويقول لك ادي بنتك لولده، هو اولى بيها. قال لك قول للغندورة؟ اه؟ وهو بسلامته يعرف اسمي من فين؟ مات ابوه غريب ولا راضي غريب؟ ده والد عم بنتك. والد عم بنتي؟ والد مين يعني؟ والد مين يعني؟ كأنك ما عرفانيش. أنا راضي علام حمد الباشا. علام حمد الباشا بتاعني؟ ما عندوش غير منتصر. لا كيف؟ أمال الجدع اللي قاعد ده إيه؟ ما هو ولده برضه اسم الله عليكي.
راسي اندارت يا حاجة، معلش كيف علمها يطلع له واد على غفلة كده من غير ما حد يعرف؟ ليك يا حاج تستغرب، الحاج علام اتجوز أم الحاجة نوزها من زمان وفضلت قاعدة في البندر. حاجة نوزها أمي طلعتها عزيزة قوي، أبوها وأمها شرطوا على الحاج علام إنها ما تهملش البندر أو فضلت قاعدة في البندر. بعد أبوها وأمها جدودي الله يرحمهم ما هملتش البندر وما طلتش عينها غير على أبوها الحاج علام وعليكم دلوقتي. عارفة أنت البيوت الشديدة؟ عارفاها؟ ها؟ أيوة يا ولدي، يعني أنت اتجوزتيه وجبتي المحروس وبقي راجل يتخطب وإحنا ما نعرفوش؟ حاجة عجوبة. الخطاوي نصيب والجواز نصيب يا ست الناس. حرج علي أبوي عيني ما تنظر حد، وعلام برضو حلف مطلع وأول يوم أكسر فيه يمينه النهاردة عشان خاطر بنتك. اها بس قلتك اليمين عليا الدور ده. قلت ايه يا حاجة؟ بنت ابو ضيف حمد الباشا مين اولى بيها غير راضي علام حمد الباشا ولد عمها؟ نقروا الفتحة ونختبوها يا حاجة؟ خلي الزغاريت والفرح والراكس يخشوا بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت مرحبا بيكم وعلى راسنا. أنا بس مستغربة، عموماً شرفتونا، أشاور بيتي واللي يعمله ربنا يكون، لازم أشاوره، دي يتيمي على أقل من مهلك. لكن علام عيان قوي لدرجة إنه ما يقدرش يجي. لا يجي، هيجي. أنا قلت بس البيت عندكم كله حريم في حريم يعني، فقلت اجيب امي وهتبقى يعني كل الحكايه حريم في حريم لما الموضوع يكمل رجال يجوا. تشربي قهوه يا حاجه؟ لو البن مليع. لا 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 ده كده زي الفول، الدور الجاي شربات ان شاء الله. يلا يا حاجه يلا يلا ما يسيبيش من قعدتك يا حاجه. يلا يا حاجه يلا. طريق. اتفضلوا اتفضلوا، شرفتونا ونورتونا. منور بيك. مع السلامة. الله يسلم. أقول لك إيه، سيبك من حاج علام خالص، أنا ولده وعاوز بنتك. أم انتصر خلاص اتجوز وفي بلادنا اللي والد عمها يسيبها ما يجيلهاش حد، وأنا شاري. يلا يا راضي تعال توشوش حماتك من دلوقت. يلا يا حاجة يلا، الدور الجاي شربات يا غندورة. ها شربات.